ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالدين وللحاضرين والسامعين. أمين. ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه قال كتاب المناقب، قال عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، نعم، عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه وذكر مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله. فكأنما وتر أهله وماله. نعم. اللهم نائب فيها عليك. نائب فيها حبيبي. كيف حالك؟ وبركيست. الحمد لله. شقينا في الطوح سلم. كان الله في عونك. أنت تحمل فوق الرأس شيخ. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. لم يكن بك غضب علي فيا أبيت. الله أكبر. الله يتم علينا وعليكم النعمة. نعم. لا عليك. قال الإمام عليه رحمة الله حدثنا محمد بن كثير العبدي سقاط الأزبات الأولى والجماعة، قال أخبرنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش سليمان بن مهران عرض عليه بن وارز إذا قال حدثنا أخبرنا، نعم، من أساطين المحدثين، عن زيد بن وهب من سقاط الأزبات الأولى والجماعة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والنعليني والسواك ترجمان القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. وقال الإمام علي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو من ثقات الأزبات، قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا ابن الحسن الهاشمي غيره، نعم، قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة من ثقات الاثبات رواه الجماعة، قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث، عن ابي التياح من ابو التياح يزيد بن احمد الضرعي، نعم، عن ابي زرعة من عمرو بن جريج البجلي، نعم ابو زرعة عمرو جريج البجلي، نعم ماشي، عن ابي هريره رضي الله عنه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الامين، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. طيب هنا عندنا أحاديث ثلاثة، الحديث الأول في هذا الباب وهو ذكر حديث الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف، قلنا بأن الفتن تأتي تطرى، وهذا أيضا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة مبتلى بالفتن في آخر الزمان، تتتابع الفتن وتعصف وتستق، وكلما جاءت فتنة نظر الرجل إليها فقال مهلكتي، هذه مهلكتي، انتهى الأمر، هذه مهلكتي، فالله جل وعلا يذهب بها ويأتي بفتنة أعظم من هذه الفتنة فأقول هذه مهلكتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، نعم، فالفتن عظيمة، ستأتي هذه الفتن على الناس وعذاب هذه الأمة في آخر الزمان، الفتن والزلازل والمحن التي تأتي عليها، وأيضا سيكون فيها الخسف والمسخ في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وقال تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فقال ولو وجد فيه من ينكح أمه سيوجد في هذه الأمة من ينكح أمه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن غير هؤلاء، قال فمن، ولذلك قال ومن الصلاة صلاة من فاتته فكأنما أوتر أهله
وماله. يعني شوف انظر هذه المسألة، يقول ومن الصلاة صلاة من فاتته، وهذه معناها أن هذه أعظم صلاة، وأعظم صلاة حقا هي صلاة الوسطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مل الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فصلاة العصر هي أفضل الصلوات، ولذلك قال في آخر الزمان يكون التهاون بالصلاة. قال: وأعظم الصلاة يعني خسارة بالتهاون فيها هي صلاة العصر، لأنه إذا تركها كأنما وتر أهله. لا، الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال: تعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في الفجر وفي العصر. وفي الفجر قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، ممكن التقدير فيها وتر هو، وتر هو أهله، ها؟ وتكون بالمعنى. هو شوف النحو بالذات أفضل ما فيه المعنى، يعني لن تصل للإعراب الصحيح إلا بإتقان المعنى، فاهمني؟ المسألة مش استنبا. أحسن الله. هذا قلناه، وهذا قلته، وهو أهله، هو أهله، ده الصحيح. وتأتي بها، لأنك لو قلت إن هي أصلا نائب فاعل ووتر أهله وماله، ده اللي أنت أصلا تقول فيه. لا، وتر كأنه بت قطع، ماشي؟ أو ممكن تكون على نفسها، على بابها، مش على مبني، ها؟ فقط بقى هي على المعنى، لكن هو مبني حقا، مبني، وبقى لازم أهله وماله. فلما يأتي الوجه هذا لابد أن تجد له إيش؟ طريقا. الطريق هنا أن تأتيها بالمعنى، قطع هو أهله بتركه للصلاة، بتر هو أهله بتركه للصلاة، فهمني؟ ويبقى وتأتي بأنها بمعنى قطعة. أي نعم، تفضل. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، يعني حبوط العمل منوط منوط بإيش؟ تفضل. منوط بترك صلاة العصر، منوط بترك صلاة كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بل الحنابلة رواية عندهم: من ترك صلاة واحدة فقد كفر. ولذلك فتوى الشيخ ابن باز انه من ضبط آلة التنبيه على بعد شروق الشمس، ها، كافر. فهو راح للعمل فهو كافر. طبعا انا اقول بهذا، لكن هو الحقيقة مسألة برضو فيها شدة، ما فيهاش. معلش، هو مش ترك الصلاة هنا اقصد ان هو شبه الدروس مثلا، وما بيصلوا ثلاث صلوات في اليوم، فهو ما ترك صلاتين حقا. لا، دول كفر، دول كفر، لا تمثل لنا بالكفر. امين. ثم قال الإنسان: ستكون أسرة وأمور تنكرونها. شوف، ستكون أسرة، يعني الناس أصلا تقاتل على الدين، هي هذه لعاعة الدنيا التي حركت الناس. دائما تنظر إلى النزاعات، كلها نزاعات إيش؟ حتى هم يعني الذين ينازعون في الدنيا، إن وجدوك واقفا أمامه يقول: ما لك ومن له، مش أنت تأخر، ما تذهب إلى الأخر، أترك لنا الدنيا، والله أترك لنا الدنيا وخليك أنت في الأخر في هذا الباب. طيب، إحنا تركنا لكم الدنيا، لكن المشكلة أنتم بتخربوا بالدنيا الأخرة. ماشي، بس انتوا المشكله بتخربوا بالدنيا الاخره التي لنا. فوقوفنا لكم في هذا الباب الا تخرب علينا الاخره. فقال: ستكون أثرة وامور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تامرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الذي الله الذي لكم. هذا هو الاصل في هذا الباب. حتى في مساله ظلم الولاة او تهان الولاة، المساله: ادي ما عليك وسل لها ملك، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. معروف أنه عبد حبشي لا يعدل، ما عنده الفقه ولا الفهم، وطبعا هو لا يمكن أن يكون وليا إلا به، إلا بالتغليب، تغلب بالسيف. نعم. فواجب السمع والطاعة، الذين يقولون: أجير بقى هنا، ماذا كيف سيجيبون عن هذا الحديث؟ يعني يقولون: هو أجير مش ولي أمر. كيف سيجيبون على هذا الحديث؟ ما عندهم من الاحاديث التي سيجيبون عليه. وكل ما اقصى ما عندهم يقولون: قد قال الله تعالى يعني يؤمهم بكتاب الله. الصلاه، الحج، الزكاه، تحكيم الدين،
كل ده كتاب الله مش كتاب الله. الدروس اللي طلع نازلة في الأزهر وأيضا الأمور التي فيها نشر العلم كل ده بكتاب الله مش بكتاب الله. ما هو كتاب الله ولا ما أدري ما عندهم ما كيف اخترعوا اختراع أجير هذه. ها بيقول لك أجير من وين أتوا بهذا؟ فين أجير هذا المصطلح من أين؟ كل مصطلح مبتدع نقف نحاكم صاحبه عليه. ايه الديمقراطيه؟ احنا ما نجاوب الدكتور، احنا بنتكلم على الشرع الان. اي ديمقراطيه هذه التي نرضى بها؟ لا نرضى بها. فقال تؤدون الذي الحق الذي عليكم وتسالون الله لكم. ولذلك قال بعنا نفسنا على السمع والطاعه في المشيه والمكره وفي يسرنا وعسرنا واثره علينا. وان لا ننازع الامر اهله. ونعم الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله. وكل ذلك من باب ايش؟ ليه مناخر هنا؟ يعني ده علامه من علامات النبوه. ايه دي القاعده العامه يا احمد؟ عندك بالراحه كده، انت لما تسعد هتجيبها على طول عندك. الاخبار بالغيوب من علامات النبوه. الاخبار بالغيوب من علامات النبوه. وقال يهلك الناس هذا الحي من قريش. قال ما تقولنا؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم. هذه فيها دلاله على ترك الفتن واعتزال الفتن. هذا اللي فعله ابن عمر لما قال الا تقاتل؟ قال قاتلنا الا تقاتل حتى لا تكون فتنه. قال قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنه، وانتم تقاتلون حتى تكون فتنه. فاعتزل. لكن حقيقه الامر ما حدث مع علي بن ابي طالب، الحق كله كان مع علي بن ابي طالب. الحق كله كان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك ايضا من علامات الساعه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. تنبت نبتة سوء. قال يقتلها اولى الطائفتين بالحق. يقتلها اولى الطائفتين بالحق. حق كله مع علي بن ابي طالب. جزءه كان مع معاويه. اكثره كان مع سيدنا علي. ماشي. ما قلت جزءه مع معاويه هو الان. معاويه ما كان لي ان يقاتل، وما كان لي ان يخرج. ما كان لي ذلك. طيب المنبل ما زلنا مع مساله الخلاف حتى نختمها الليله. اذا كان طبقه لابد من ازالتها. الجلد تشرب لا يكون طبقه. زي الكريمات اللي بتوضع على الوجه تلين لتلين الوجه، كريمات اللي بتوضع على اليد لتلين اليد. هذه المسام كلها بتشربها. خلاص انتهى. لا ما بقاش فيها طبقه. ليس كلها طبقه. ما انت بس بتشعر بنعومه البدن بس بيها. طيب لكن لها ليست طبقه. الماده الدهنيه لو حسيت بيها لازم تتغسل. لو فيها لان دي طبقه. الطبقه يا بدر. ماشي. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.